نجرب كده. طب نجرب الخشبه بالراحه بس دي مش خشبه، دي فيل. دي ايه؟ فيل. اقعد يا محمد، اقعد يا محمد. استنى، دي فيل. دي ايه اللي احنا حطيناه ده؟ فيل. ايه، عام على الوش ولا غطس تحت؟ عام على الوش. عام على الوش. طب نحاول نغطسه بايدينا كده نشوفه هيغطس. غطس؟ غطس يا ولاد؟ اه. شيل ايدك. لا، غطس كده؟ لا. قبي تاني صح؟ عام على الوش تاني. طب علاء يحط لنا الزلطه؟ الزلطه. علاء، حصل ايه علاء؟ غطس. برافو. لكن ممكن تعوم على الوش كده؟ لا. لا ما تعومش. طب مين فارس؟ فارس يحط لنا الخشبه بقى. حط يا فارس، حط الخشبه دي ونشوف ايه اللي هيحصل. ايه اللي حصل لها يا فارس؟ عامت صح؟ يعني حصل لها طافو. عامت يعني حصل لها ايه؟ طافو. طب ادهم، ربيع، نقعد. اقعد بس عشان كلنا نشوف. حط يا ادهم، دي حديده. دي ايه؟ حصل ايه في الحديده؟ برافو، غطست جوه. مين اللي يحط الباريزه؟ محمد عصام. حطش يا محمد برافو. حصل ايه الباريزه يا محمد؟ يعني ايه غطس؟ حصل لها ايه؟ غطس. طيب حطش يا ادهم يا عادل الزلطه الصغيره. قبت على الوش؟ لا. لا، حصل لها ايه برضو؟ غطست تحت. يبقى احنا كده الحاجات اللي خفيفه اللي ما يعني بتعوم على الوش، بتعوم ولا بتغطس؟ طب مين يقول لي المركب مصنوعه من ايه؟